لازارف، سيارة غريبة وعجيبة. واللي أقدر أقول لما شفت السيارة هذه، الله يرحمك يا أخونا محمد الدليل من الإمارات، صاحب الثري ويلر المورغان اللي توفى العام الماضي، عسى الله يغفر له ويرحمه. نشوف هنا سيارة خلطة غريبة وعجيبة، نشوف سيارة فورمولا من أيام الستينات، نشوف كفرات عريضة جدا ما تعودنا عليها في السيارات القديمة، نشوف محرك المزراتي اللي يعتبر 8 سلندر، ثلاث ثري ويلز أو ثلاث كفرات أو ثلاث عجلات. نشوف فتحات الإكزوز من هنا، فتخيل حجم الإزعاج الجميل وحجم الميوزك اللي ممكن أنك تسمعه من السيارة هذه. كل شيء قدامك تشوفه واضح، ما في شيء مخفينا في السيارة هذه. ونشوف أنك تقدر تعدل حتى على نظام التعليق. وهل تتوقعون السيارة هذه ممكن أنها تسخن إذا المحرك ما هو مغطى مكشوف؟ شوف هنا ليمتد إديشن 2022، شوف داخلية السيارة، رجل يمين ورجل يسار، وعندك الدركسون في الوسط. اللي بيقول وين الفرامل؟ الفرامل في اليمين زي ما قلنا. هذه ثري ويلرز، حجم التير الخلفي رهيب. هذه واحدة من أغرب السيارات اللي صراحة اللي شفتها، ونتمنى أن في يوم من الأيام أن نجربها.